أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الحمد لله على هذا اليوم المبارك سعيد الذي التقى فيه الأحباب من كل مكان، وذلك على ذكر الله ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المناسبة هي مناسبة ملتقى ديني لرجال التصوف الجنيدي ورجال العلم العتيق، أقيم الحمد لله من أجل صلة الرحيم بين السادة الصوفية رجال التصوف. وهذا الموسم يقام كل سنة، وهذا الموسم ورثناه عن الأباء والأجداد، بحيث أن الزاوية هذه الزاوية تسمى بزاوية سيدي الطاهر بن الحج السباعي الشريف السباعي، ونحن من تلامذة ومريد الطريقة الشاذلية الدرقاوية أبا عن جد. والحمد لله أننا ورثنا هذه الطريقة عن الآباء وعن الأجداد، واستمرت مدة من الزمن، يعني ما يفوق قرنين من الزمن أبا عن جد. وكل عام يقام موسم، لكن هذا موسم للقاء السادة الصوفية الدرقاوية، إلا أنه هذه السنة ارتأينا أن نجمع ما بين رجال التصوف الجنيدي ورجال العلم العتيق، فعقدنا موسما دينيا، يعني دينيا سميناه موسم ملتقى رجال التصوف الجنيدي ورجال العلم العتيق. فالحمد لله، وقد افتتحنا اليوم هذا الملتقى، وسيبقى هذا الملتقى 3 أيام إلى يوم الأحد، يعني من يوم 23 إلى يوم 25 بحول الله. وها أنت كما ترى سيدي الفضيل أننا الآن في حضرة الذكر وفي مجلس الذكر بين رجال تصوف وزوار مختلف البقع والبلدان، أتوا إلى هذه الزاوية من كل مكان، وذلك لإحياء هذا الإرث الموروث. والحمد لله احنا نفتخر كثيرا أننا سرنا على درب آبائنا وأجدادنا، وهذا النهار كله مر في جو روحاني رباني، وقد افتتح برجال من المجلس العتيق، منهم رئيس المجلس العلمي، وكذلك مندوب الإقليمي للأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذلك ولاة الأمور من رئيس الدائرة والقوات الموجودون بالإقليم، ونخبة من الرجال الذين لهم الحمد لله لهم مكانة في المجتمع الإقليمي وعلى الصعيد الوطني كذلك. فلله الحمد مرت الأمور ومرت الأجواء على أحسن ما يرام، وما زال الحفل مستمرا إلى يوم الأحد إن شاء الله، وكل يوم له حدث إن شاء الله. ونشكركم كذلك أنتم على هذه التغطية وهذه الزيارة، جزاكم الله عنا خيرا. ونطلب الله تبارك وتعالى أن ينصر سيدنا المنصور بالله وملكنا وقائدنا محمد السادس، الذي أعطانا عناية خاصة وبخصوص للزوايا والمدارس العتيقة، وكذلك للشأن الديني ككل. فنسأل الله له الشفاء، ونسأل الله النصر، ونسأل له الحفظ، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا في رحمته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا رسول الله، يا رسول الله.